الآن تغطية خاصة من موقع صدى البلد. حالة من الترقب الشديد جدا في الوسط الكروي أو شارع الكروي المصري في انتظار المباراة الأولى أو الظهور الأول للمدير الفني الجديد لمنتخب مصر الكابتن إيهاب جلال، وسط مخاوف كتير جدا واعتراضات كتير جدا صاحبة قرار تولي المسؤولية الفنية للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، ويعني ظهور أول ليه هيكون في تصفيات الأمم الأفريقية 2023، وده الحقيقة بيصاحبه مخاوف كتير جدا من تعثر المنتخب المصري في هذه التصفيات، ويا ترى هيكون شكل المنتخب إيه في أول مباراة وفي مسيرته مع الكابتن إيهاب جلال. ده اللي هنستعرضه مع حضراتكم النهاردة في تغطيتنا من موقع صدى البلد، تابعونا. كابتن إيهاب جلال الحقيقة تولى المسؤولية الفنية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وده يعني خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش بعد يعني تعثر وتعذر وصول كارلوس كيروش بالمنتخب المصري لكأس العالم قطر 2022 وفشلوا في الوصول لكأس العالم. الحقيقة كابتن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن عن تشكيل الجديد للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كابتن إيهاب جلال مديرا فنيا، وكان الكابتن محمد شوقي مدرب عام، أحمد حسام مدرب، عصام الحضري مدرب حراس مرمى، ومن المفترض أن الكابتن إيهاب جلال هيخوض أولى مبارياته الرسمية مع المنتخب المصري الأول لكرة القدم يوم 5 يونيو القادم أمام منتخب غينيا في تصفيات الأمم الأفريقية 2023، والمقرر إن شاء الله إقامتها في كوتيفوار. من المفترض أن المباراة الأولى في هذه التصفيات أو الجولة الأولى في هذه التصفيات أمام منتخب غينيا هتكون يوم 5 يونيو الساعة 9 مساء في استاد القاهرة الدولي، وهو ده هيكون الظهور الأول للمدير الفني الجديد والجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر. والمباراة الثانية هتكون يوم 9 يونيو أمام المنتخب الإثيوبي، ودي أيضا هتكون في الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. بالنسبة بقى للمحترفين اللي من المنتظر أن الكابتن إيهاب جلال يستدعيهم لقائمة المنتخب للمشاركة في المباراتين المهمتين القادمتين، من المنتظر وفقا لتقارير صحفية كتير تكلمت عن هذا الأمر إن هيتم استدعاء طبعا نجمنا المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني نجم الأرسنال، بالإضافة لكل من أحمد حجازي اتحاد جدة السعودي، وعمر مرموش شتوتغارت الألماني، ومحمود حسن ترازيجيه بشاك شهير التركي، ومصطفى محمد جلطة سراي التركي أيضا، وأحمد حسن كوكا قونيا سبور التركي، ومصطفى فتحي التعاون السعودي، وكريم حافظ مالاتيا سبور التركي، وأحمد ياسر ريان ألاتاي سبور التركي، ومحمود عبد المنعم كهربا هتاي سبور التركي، وأحمد حمدي نادي مونتريال الأمريكي، وسام مورسي من إبسويتش تاون الإنجليزي. اما بالنسبه بقى للاعبين المحليين المفترض ان هم ينضموا للمنتخب المصري تحت قياده الكابتن ايهاب جلال، من الواضح ان لحد دلوقتي الصوره مش متضحه بشكل كبير، والرؤيه الفنيه للكابتن ايهاب جلال ما زالت لسه مش متضحه بشان اللاعبين المحليين حتى هذه اللحظه، لكن في كلام يعني من الكابتن إيهاب جلال عن احتمالية ضمه لأحمد عبد القادر طبعا نجم خط الوسط الهجومي للنادي الأهلي، وده يعني بعد حديثه عن اقتناعه بمستواه، طبعا أحمد عبد القادر بيقدم مستويات مميزة جدا مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت، وكابتن إيهاب جلال يعني اتكلم عن انه في احتمالية كبيرة ان يكون أحمد عبد القادر من القوام الأساسي للمنتخب المصري الأول لكرة القدم. كمان أحمد عادل نجم نادي بيراميدز في حالة اقتناع
كبيرة جدا من الكابتن إيهاب جلال بمستوياته، خاصة أنه إبراهيم عادل يعني كان بيقدم مستويات مميزة جدا في ظل القيادة الفنية للكابتن إيهاب جلال لنادي بيراميدز، ومن المنتظر أنه يكون يعني أحد نجوم المنتخب المصري الأول لكرة القدم خلال الفترة القادمة. دي كانت يعني أبرز ما يتعلق ب تولي القيادة الفنية للكابتن إيهاب جلال وظهوره الأول مع المنتخب المصري الأول لكرة القدم، استعرضناها مع حضراتكم في هذه التغطية من موقع صدى البلد، وانتظرونا في تغطيات أخرى.